جيت مسابقة 48 ساعة، أنا ترينر في واي بير. أنا كان خبرتي السابقة والحمد لله اتحطيت في المجال اللي أنا ليا شبه خبرة فيه، أنا بكتب قصص قصيرة، فكانت دي كانت أول تجربة ليا في كتابة السيناريو لفيلم. يعني الفيلم بتاعنا أصعب مشكلة قابلتنا إن هو الناس الجديدة اللي أنت التيم الجديد اللي أنت هتشتغل معاه ليهم خبرات سابقة ولا لأ، كل واحد هيقدر يعني فكرته يسامح في التطويع بتاع الفكرة، مثلا حتى الكاتب الفكرة بتاعت القصة الأولانية لأ هيرضى نعدل عليها أو نغير فيها ولا لأ. فكان دي كانت المشاكل اللي كنت خايف إنها تحصل، بس الحمد لله ده ما حصلش. إحنا كل الناس كانت بتحاول يعني اوبن لكل الافكار الجديده، لو حد عنده تعديل بنجربه، بنعيد المشهد اكتر من 10 مرات عشان نشوف اكتر شوت عجبنا، بنكرر الحوار كذا مره، بنغير السكريبت كذا مره، يعني كنا بنعدل فيه كتير، وده كان سبب ان احنا اتاخرنا شويه في لحد في المونتاج بتاعه. بس الحمد لله النتيجه بتاعتنا كانت كويسه، الناس كلها حبت النتيجه اللي احنا طلعناها.